في موضوع آخر، أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أهمية حصول 4 معاهد تدريبية تابعة لها على شهادات الاعتماد المهني والمؤسسي من أكاديمية باريس، وقالت إن هذه الاعتمادات من شأنها تحقيق نقلة في أداء تلك المعاهد وتحفيزها على تقديم المزيد، ونتج عن تعاون الهيئة مع أكاديمية باريس تحقيق عدد من الإنجازات، وأثمر عن حصول المعهد الصناعي في صباح السالم والمعهد الصناعي في الشويخ ومعهد التمريض ومعهد التدريب الإنشائي على شهادات الاعتماد المهني والمؤسسي. يحقق قطاع التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قفزات كبيرة ومتميزة في سبيل مواكبة أرقى المستويات العالمية في التدريب، ونتطلع دائما إلى أن نستمر في تحسين مستوى المخرجات بدعم المتواصل باعتماد البرامج من أكبر الجهات العالمية. وفي المرحلة الحالية يخوض قطاع التدريب مرحلة استيفاء متطلبات توثيق الإجراءات، وهي المرحلة الثالثة من مشروع ISO 9001-2015 حسب مراحل المشروع، مما يساعد في جاهزية الهيئة التام للاستعداد في تقييم الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي من الجهاز الوطني لجودة التعليم والاعتماد الأكاديمي بالكويت.